كيف تنشأ مشكلة الفاقر والحرمان؟ مناشئ كثيرة، ولكن نكتفي بالإشارة إلى منشأين باختصار. المنشأ الأول القوانين الكابتة للحريات. الحكومات ما يخلون الشعوب. الآن أغلب الشباب في أغلب البلاد الإسلامية حتى الغنية ما يتمكنون يتزوجون، ما يتمكنون. الشباب باقين في البيوت والفتيات باقين في البيوت، بقينا في البيوت ما يقدرون. إلى أحد مراجع التقليد، هاي قضية جديدة، 70 فتاة جامعية جئنا، فتاة جامعية عمرها 30 أقل أكثر. فمرجع التقليد سألهن أو سأل الواسطة اللي دول متزوجات لو لا، قال من هذه 70 وحدة فقط متزوجة فقط. المرجع قال ليش ما يتزوجون؟ ماكو شباب. قال ليش؟ اكو شباب ولكن ما يتمكنون. الشباب حتى في البلاد الغنية ما يتمكنون. واحد اذا اقدم يمكن يندم، ما يتمكن. يريد يبني بيت ما يتمكن. في العراق في فترة من الفترات لقضية ما ادري ليش أجازوا بناء البيوت. الناس بنوا بعضهم بيوتهم بأيديهم، هو بنى بيته، ومن جملتهم الشيخ إبراهيم الله يرحمه، شفته هو بنى بيته بيديه، وبعض الإخوة كانوا رايحين شايفين بيته. الحكومات لا تسمح ببناء البيوت، ما يمكن، ما يخلوهم، خلافا لله وخلافا للرسول وخلافا لإجماع الفقهاء. الأرض لله ولمن عمرها. هذا في الكافي، هذا الحديث موجود في كتب العامة، موجود شبه هذا، ما يخل. واحد يريد يبني بيت ما يخل، واحد يريد يستخرج ثروات طبيعية يقدر ما يخل، واحد يريد يسافر من منطقة إلى منطقة ما يخل، واحد يريد يشتغل ما يخلو. خنقوا العباد، ما يتمكن. هذا الشاب لا يتمكن يشتغل إلا بقوانين مشددة، ما يتمكن يعمل، ما يتمكن يصيد، ما يتمكن يحيي المباحات، ما يتمكن يبني بيت، ما يتمكن ينتقل من منطقة إلى منطقة إلى آخره. هذا أوجد جيل من الفقراء، أجيال من الفقراء، ما يتمكنون. هذه المشكلة الأولى، وذنبها يقع على الحكومات، مشكلة القوانين الكابتة. الشعوب أيضا يقع عليهم ذنب، لأنهم رضوا بهذا الواقع، لأن ما يتكلموا، لأن سكتوا عن ذلك. شركاء، ما أقول كل الحكومات، حكومة علي بن أبي طالب صلوات الله عليه ما كانت هالشكل، لكن هذا الطابع العام. يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. أغلال، واحد مغلول، إيده مغلولة، رجلة مغلولة، إصر وحمل ثقيل أكو على كتفه، ما يتمكن يتحرك. هذا المنشأ الأول من مناشئ مشكلة الفقر. المنشأ الثاني الإهمال العام. هذا يرتبط بينا إحنا واحد واحد. هذا المنهج اللي جاء به الإسلام. الإسلام شنو يقول؟ النبي صلى الله عليه وآله ظاهرا يقول، هذا حديث، ما آمن بي من بات شبعان، في رواية وجاره جائع.
في رواية ثانية: ما آمن بي من بات شبعان وأخوه المسلم طاوٍ، يعني جائع، حتى إذا ما يكون جائع، حتى إذا يكون في أقصى بلاد الهند. إذا واحد بالليل بات جائع، بات طاوي، وأنا بالليل بت شبعان، هذا الإنسان لا يعد مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما آمن بي من بات شبعان وأخوه المسلم طاوٍ. هذا المنهج كان في الآية الكريمة: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا المنهج كان. من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. شلون إحنا عندما الصبح نقوم نفكر كيف نعمل، ماذا نفعل، كيف نتجر، هذا هم إلنا، شلون نطلع لقمة أطفالنا وعائلتنا. إذا واحد لا يهتم بشؤون المسلمين، على قول ذلك العالم كانوا قايلين: أنت ليش ما تهتم بأطفالك؟ كان قايل: كل أطفال إيران أطفالي، قبل 50 عام 60 عام. وهؤلاء أطفال أيضا، مو فقط أطفالي الخمسة اللي أنا أديرهم، ذولا أطفالي، كل أطفال إيران أطفال. عالم قبل حوالي 50 عام. فهاتان المشكلتان، مشكلة القوانين الكابتة ومشكلة الإهمال، أنه أنا شعلي، أنا علي بعائلتي وأطفالي وما علي بالآخرين،